بينضم إلينا في هذا الجزء من التغطية على الهاتف الكاتب الصحفي زكي القاضي. أهلا وسهلا بيك معنا في هذه التغطية على شاشة إكسترا نيوز. يعني في البداية نتحدث عن أهم جهود الدولة بخصوص مبادرات الصحة العامة. نحن نتحدث بداية عن توفير حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة. مساء الخير أو صباح الخير على حضرتك. طبعا يعني توجيهات سيادة الرئيس في مجال الرعاية الأساسية بتعد توجيهات مهمة للغاية في هذه الفترة، وكان ربما من أهم نتائج الاجتماع الأخير مع السيد وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار والدكتور عوض تاج الدين مستشار سيد رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن هي خرجت بمجموعة من التوجيهات اللي ربما يكون ثمارها مهم للغاية في قطاع الصحة على مستوى جمهورية مصر العربية. ولابد من الإشارة الرئيسية إلى فكرة أن سيادته وجه بعقد مؤتمر سنوي فيما يخص الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وهذا أمر الدولة المصرية معنية به للغاية، هو ملف الزيادة السكانية. ربما يكون توجيهات كثيرة في هذا الاجتماع، في الاجتماع الأخير كانت تدور حول هذا السياق، والمؤتمر السنوي الذي وجه سيادته بعقده سيكون يعني قوامه الرئيسي وجوهره أنه يضم المتخصصين والخبراء في مجال الصحة الإنجابية وزيادة وتنظيم الأسرة، بحيث أن احنا ربما نجد فلسفة ورؤية وحل لملف الزيادة السكانية، وهي هو الملف الأهم الذي يلتهم ثمار المشروعات القومية ويلتهم الإنجازات عموما سواء في مصر أو خارج مصر في أي دولة تعاني من زيادة سكانية. هو الأمر الذي يقع يعني ظهره الرئيسي على فكرة التحديات والإنجازات. احنا كلما يعني عملنا مشروعات أكثر وكان في زيادة سكانية غير مناسبة لفكرة هذه المشروعات، فهنا الناس ما بتشعرش بعملية يعني ثمار هذه الإنجازات، فبالتالي احنا لدينا تحدي كبير. وأظن ان اجتماع سيادته مع وزير الصحة ومستشاره وأيضا مستشاره للصحة والوقاية كان يعني قوامه الرئيسي لذلك. لكن يعني هو كان اجتماع مثمر بالتأكيد أستاذ زكي. خلينا نتكلم بالتحديد عن مجموعة من التوجيهات اللي اتكلم عنها السيد الرئيس في هذا الاجتماع. زي ما قلت في البداية، هو وجه بتخصيص حزم تحفيزية للأطقم الطبية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية وتزويدها بالأدوية وكل المستلزمات الصحية اللازمة والأجهزة اللازمة. يعني قول لنا تأثير ده على العاملين في هذا القطاع في وحدات الرعاية الأساسية وأيضا على المواطنين. مهم جدا ان انا يعني اخذ كمان في سياق الاجابه ما ذكر في التقرير السابق حوالين فكره ثقافه الانتباه. سيادته تحدث في كلامه في التقرير السابق حوالين ثقافه الانتباه. الدوله المصريه اصبحت لديها انتباه حقيقي لما يدور في جميع مفاصلها وفي ذلك قطاع الصحه. ايضا المواطن البسيط والدكتور وغيره لديه برضه ثقافه الانتباه انه يشعر ماذا يمكن تحقيقه وماذا يمكن انجازه حتى يعني تعتدل المنظومه. وبالتالي الدوله المصريه حينما تضع محفزات للاطقم الطبيه هي تشعر بما ينقصهم من سواء مواد او سواء ادويه طبيه او سواء حتى على مستوى الحوافز الشهريه او تحسين المرتبات لديهم. فبالتالي الدولة المصرية حينما تضع هذا الأمر هي لديها شواغل حقيقية بالملف الطبي والملف الصحي ومحاولة تحسينه باستمرار، خاصة أن هذا القطاع واجه يعني بحرفية شديدة وبنجاح يعني يحترم للغاية ما حدث في أزمة كورونا وتوابعها. فبالتالي احنا محتاجين نطور هذا القطاع بشكل أكبر، والدولة المصرية معنية بهذا الأمر. فبالتالي كان وضع فكرة المحفزات للأطقم الطبية ده سياق من السياقات، وبالإضافة إلى تطوير حتى المنشآت نفسها والبنية الخاصة بالوحدات وفكرة أنه يتم تعاون مع القطاع الخاص في بعض المستشفيات بحيث يتم عملية التطوير، بالإضافة إلى تطوير المؤسسات التي تمتلكها الدولة، ومنها على سبيل المثال معهد ناصر الذي يسمى حاليا مدينة النيل الطبية والمتكاملة والدولة المصرية مشغولة به، بالإضافة إلى العمل على فكرة هنا الدولة المصرية تعمل على مسارين، مسار الفرد بحيث ان هي تحفزه بما لديها من امكانيات متاحه، بالاضافه الى تحفيز نفس البنيه نفسها حتى تكون جاذبه ومستعده لاستقبال المواطنين، بحيث ان المواطن يبقى داخل الوحده الصحيه او وحده الرعايه الاساسيه يكون لديه مكان نظيف يكون في استقباله، ادوات صحيه معقمه وجيده برضه يتم استخدامها، بالاضافه الى الادويه وتوفيرها باستمرار. واحنا هنا نتذكر اشاره بسيطه الى ان الدوله المصريه انشات مدينه الدواء بحيث ان هي يعني تملا هذه المساحه
التي ايضا ربما لم نكن نشارك فيها منذ عقود مضت، والدوله المصريه دخلت حينما شعرت ان ملف الدواء لابد ان يكون فيه هناك تدخل من الدوله المصريه بشراكه مع قطاعات الدوله وحتى القطاع الخاص، فتدخلت فانشات مدينه الدواء، وهذا جزء من مسارات كثيره تعمل عليها الدوله في ملف القطاع الصحي، بحيث ان يكون الفائده الاولى للمواطن المصري انه يجد قطاع صحي قادر على استقبال ما يعانيه وقادر على ان هو يعالجه بشكل سليم وبأجر مناسب لحالته الاجتماعيه. ايضا استاذ زكي، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بزياده معدلات الاستثمار وفق المعايير العالميه بالتاكيد لتقديم الخدمات الصحيه، وايضا في نقطه هامه توسيع دور القطاع الخاص، ايه الدور اللي ممكن يقوم به القطاع الخاص في هذا المجال واهميه الاستثمار فيه؟ مهم جدا ان احنا نشير لهذه يعني لهذا السؤال واجابته، لانه امر مهم للغايه في هذه الفتره. الدوله المصريه في سياقها العام فتحت كل ابواب جذب الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص، وليس هذا في القطاع الصحي فقط ولكن في كافه القطاعات، وحتى ان الحكومه المصريه تخرجت من بعض المجالات بحيث ان هي تترك المساحه يعني مفتوحه امام القطاع الخاص. وفيما يخص القطاع الصحي تم الشراكه مع في عدد من المستشفيات التي تم تحديدها مع القطاع الخاص بحيث انه يكون موجود في ادارتها وموجود في عمليه يعني تطويرها، وهذا الامر هنا ما بنتركش المواطن لفكره ان هو يبقى مصدر ربحيه لاحد، لكننا الدوله المصريه موجوده بدورها المجتمع ودور الرقابه ودور ان هي تتدخل في الوقت المناسب، بالاضافه لان هي تفتح الباب امام القطاع الخاص بانه يكون شريك في عمليه التطوير. ما فيش دوله في العالم بتقوم بمفردها او الحكومه عبر حكومتها بان هي تقوم بمفردها بعمليه التطوير والاستثمار، لكن لابد ان يكون للقطاع الخاص دور ودور المجتمع المدني ايضا، واحنا لدينا شواهد كثيره في على مستوى جمهوريه مصر العربيه ان المجتمع المدني اقام مستشفيات كبيره للغايه واصبح لديها اسم في عالم او في القطاع الطبي، وايضا القطاع الخاص حينما تم يعني التعاون معه في عدد من المستشفيات المذكوره يعني او الموجوده في على مستوى جمهوريه مصر العربيه، لان هذا ايضا يتماشى مع فلسفه الدوله المصريه انها تفتح الطريق امام القطاع الخاص، بالاضافه الى دورها المجتمع ان هي تقدم خدمه طبيه للمواطن المصري يستطيع ان يستفيد منها. وهنا المستشفيات متنوعه يعني تتناسب مع الدخل الاجتماعي او الحاله الاجتماعيه، فهناك مستشفيات يعني ربما تكون للاستقبال العام، مستشفيات يعني في درجات اعلى، فبالتالي احنا محتاجين يعني نعمل على كافه المسارات فيما يخص المستشفيات، زي ما ذكرت حضرتك ان احنا الدوله المصريه بتطور معهد ناصر ولدينا مستشفى او المدينه الطبيه في العاصمه الاداريه، ايضا الفكره او المسار الثالث هو التعاون مع القطاع الخاص في المستشفيات المستهدفه والذي تم تحديدها مسبقا. صحيح صحيح أستاذ زكي. أيضا من ضمن ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي هو يعني تفعيل خدمة الطوارئ على مدار الساعة، وأكد على هذه النقطة بالتحديد، وأيضا تقديم الخدمات الصحية لكبار السن. كلمنا عن أهمية هذه النقاط وكيف سيتم تفعيل خدمات الطوارئ. مهم جدا أيضا برضو هذه الإشارة، لأن الطوارئ هي باب الاستقبال الاول للمريض، وهي التي تتلقى يعني كافه المواطنين في حالات الطوارئ، وبالتالي عمليه التطوير المستمره التي شهدتها المستشفيات المصريه خلال الفتره اللي فاتت كانت مهمه للغايه، ونحن نتذكر ان احنا مرينا بازمات زي نقص الاكسجين وغيرها، لكن الدوله المصريه تدخلت وحلت هذه الامر عبر منظومه متكامله، اصبحت لدى المستشفيات يعني لدى المستشفيات تنكات متوفره دائما للاكسجين، وكمان تم تطوير عربات الاسعاف بحيث ان هي تكون تغطي كافه انحاء الجمهوريه، وعربات الاسعاف هي جزء رئيسي من الطوارئ لانها هي التي تاتي بالمريض، وعمليه التطوير التي شهدتها عربات الاسعاف وان هي تكون مجهزه لاستقبال المرضى كانت يعني مرت بمراحل ومرت بتكلفه كبيره الدوله المصريه تحملتها، فكان هذا الامر مهم للغايه ان احنا ان هو يتم العمل على ملف الطوارئ او اقسام الطوارئ في المستشفيات، واظن ان حدث تطور كبير للغايه خلال الفتره اللي فاتت، بالاضافه الى ان قطاع كمان الحكومه المصريه ووزاره الصحه وضعت ارقام ساخنه بحيث ان احنا يمكن الاتصال بها في وقت من الاوقات فتخبرك اين تتوفر المستشفى الملائم لحالتك سواء في بالقرب منك او توجيه سياره اسعاف اليك لنقلك الى اقرب مستشفى تتوفر فيها يعني وسائل العلاج ل
حاله المرضى، ودي اظن هذا الامر في منظومه الحكومه حل مشاكل كثيره للغايه، بدل ما كان الناس من نفسها تروح للمستشفى ما تلاقيش سرير رعايه او ما تلاقيش استقبال، لكن الحمد لله تم حل هذا الامر عبر المنظومه، ان هو يقول لك ان المستشفى اللي موجوده في المكان الفلاني هي اللي بتتوفر فيها السرير الذي يستعد لاستقبالك، او هكذا من في اطار المنظومه يعني باكملها. في الاشاره الاخرى لملف كبار السن واصحاب الامراض المزمنه، سياده الرئيس وجه كمان بدراسه ان احنا المستشفيات او القطاع الصحي ممكن يذهب الى المنازل لكبار السن او اصحاب الامراض المزمنه في ان هم يتابعوا حالتهم، واظن برضو هذا الامر ما كانش موجود على السياق العام للدوله، ما كانش موجود في السياق العام للدوله ان امر ان الذهاب من القطاع الصحي الى المنازل لكبار السن او اصحاب الامراض المزمنه. حاليا وفق توجيهات سياده الرئيس بيتم دراسه هذا الامر، واظن ان حتى هتكون نتائجه برضو مبشره للغايه، ان احنا نقدر نساعد اهالينا وكبار السن ونساعد اصحاب الامراض المزمنه، وكمان ان احنا يعني نطور القطاع الصحي. تطوير القطاع الصحي وتطوير القطاع الطبي في مصر هو مسار من مسارين مهمين في الدوله المصريه اشتغلت عليهم في كام سنه اللي فاتوا، وهو التعليم والصحه، فبالتالي ان احنا او الدوله المصريه كلما ترى ان هناك امكانيه ومرونه ان احنا نقدر ننفذ حاجه تفيد المواطن، اظن هي ما بتتراجعش خطوه، بل ان هي بتقفز خطوات للامام، بحيث ان هي تطبق اكثر واقصى ما لديها من امكانيات واحلام، بحيث ان هي تكون في الاول والاخر تصب في صالح المواطنين. صحيح صحيح. الكاتب الصحفي الأستاذ زكي القاضي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات بخصوص المبادرات الخاصة بمجال الصحة العامة.